ويذكر قوله عز اسمه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فيستيقن أنه سبحانه المنجي من كل كرب، الكاشف كل ضر، المغيث لكل ملهوف، فيتوجه إليه بالدعاء متضرعا مخلصا خاشعا خاضعا مخبتا متحريا أوقات الإجابة، مستيقنا إجابة دعوته امتثالا لقوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، راجيا أن يفرج كربه ويكشف غمه ويذهب همه. ويتوسل إليه سبحانه بما كان يتوسل إليه به نبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الدعاء، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك المداومة على دعاء نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، فقد أخرج الحاكم رحمه الله في مستدركه بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها، وذلك مصداقا لقوله سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الفزع إلى الصلاة عند النوائب. ففي سنن أبي داود بإسناد حسن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أي إذا نزل به أمر مهم أو أصابه هم أو غم فزع إلى الصلاة، لأنها كما قال أهل العلم حصن المسلم وملجأه الذي يأوي إليه، والعروة الوثقى التي يعتصم بها، والحبل الممدود بينه وبين ربه، وهي غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. ومن أعظم ما يرجى لتفريج الكربة ورفع الشدة عند البلاء الإيمان بالله تعالى والمسارعة إلى مرضاته وقوة اللجأ إليه وصدق التوكل عليه وحسن الثقة به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته واقتفاء أثره وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، والإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، ومن الاستغفار والصدقة وتلاوة القرآن والتوبة والمداومة على قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:
من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء حتى يصبح، ومن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء حتى يمسي. المداوم ذلك المداوم على هذا الدعاء في الصباح والمساء، ألا وإنه يجب الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة والتعاون معها على ذلك، تعاونا على البر والتقوى وطاعة لولي الأمر وتحقيقا للمقاصد الشرعية وأخذا بالأسباب الوقائية وحفاظا على الأنفس وحرصا على ما فيه السلامة من كل داء والنجاة من كل باء من كل بلاء، واعتمادا وتوكلا في كل ذلك على خالق الأرض والسماء القائل سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.